رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش يعلن خلال المؤتمر الجهوي للحزب لمغاربة العالم بباريس، يعلن عن إحداث مجلس التجمعيين لمغاربة العالم من أجل المساهمة في البناء المشترك لرؤية الحزب والتفكير المستمر في الحلول الملائمة للإشكاليات التي يعرفها المغرب. أعتقد أن صدى هذا الاجتماع وتجاوب المشاركين كان إيجابيا جدا، كما أن الالتزام والاستعداد للانخراط سياسيا بالنسبة لمغاربة العالم أمر واضح، فهم يرغبون في المساهمة في تحقيق التقدم والتطور للبلد وعرض تصوراتهم وأفكارهم حول النموذج التنموي للمغرب. هذا اللقاء ديال اليوم هو أول مؤتمر جهوي لتنظمه الحزب منذ نشأته، يعني منذ 40 عام. اللي عرف المشاركة ديال المغاربة اللي جاوا من أكثر من 15 بلد، واللي اليوم في العشية إن شاء الله غادي يكون مصادقة على أعضاء المجلس الوطني، وكانت مناسبة المجلس الجهوي، كانت مناسبة للإنصات للاستماع، وكذلك أن الرئيس أعطى الخطوط العارضة للأفكار اللي تنحملوها للمشروع اللي تحلمها التجمع الوطني للأحرار. المؤتمر الجهوي محطة للوقوف عند الدور الكبير الذي يمكن أن يطلع به أفراد الجالية المغربية بالخارج في بناء مستقبل المغرب، ولدعوتهم إلى تعزيز انخراط أكثر في المجتمع المدني وفي الحق السياسي.